عرفت الهوى مز عرفت هواك، عرفت الهوى مز عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وأغلقت قلبي على من عداك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في حلقة جديدة مع فنان جديد منشد رائع كيطربنا تربوا عليه الضوء بزاف ديال الشباب والممدحين اللي في الساحة الفنية حاليا ومازال كيفيدنا. معنا الأستاذ ديالي عبد المنعم قنوع، واسم الفني ديالو أبو نعمة قنوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى أصحابه أجمعين. بدء الأخلاق فيه حياكم الله وبارك فيكم. كما نشكركم هذه الدعوة الكريمة عن طريق قناة الفجر الجديد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا فضل منك باش جيتي عندنا الحلقة ديالنا اليوم. كاين السؤال الأول اللي غنبداو به هو أستاذي الفاضل، بغينا نعرفوا شكون هو أبو نعمة قنوع، وحدثنا على الطفولة ديالك والدراسة والعمل والإنجازات. أنا نقولوا الاسم ثلاثي. مرحبا. عبد المنعم بن أحمد بن مبارك بن أحمد قنوع، اسم فني أبو نعمة، مواليد مدينة الدار البيضاء في 5 يناير سنة 1970 بخصوص دار السلطان. وبمدينة الدار البيضاء تلقيت تعليم ابتدائي الإعدادي والثانوي ثم الجامعي، وبها كذلك حفظت القرآن، وبها كذلك تعلمت قواعد التجويد، وبها يعني ابتلينا بهذا البلاء الحسن اللي هو في المدح النبوي والغناء الروحي. والطفوله كلها كانت في السلطان. الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال استاذي كاين هو عندنا في البرنامج ممنهج لاجل الشباب الناشئ باش كيختاروا النهج السلف الصالح ليكونوا خير خلف.
نوصلوا دابا الان للسؤال الثاني. بغيناك تكلمنا استاذي على فن المديح والانشاد بالمغرب والوضع ديالو في الاعراب، وبغينا ايضا استاذي تقربنا اكثر بالتجربه ديالك الكبيره، ما هي المحاسن وما هي الاكراهات والعيوب ديال هذا المجال؟ بالنسبه في المديح النبوي في المغرب ولله الحمد فهو ضارب في عمق التاريخ، لان هذا الفن هو اصلا جاء من الزوايا، لان الزوايا كما تعرفون التاريخ المغربي، فالزوايا هي اساس هذا الفن، وبها والزوايا يعني اخرجت لنا يعني طاقات وقامات في هذا الفن ولله الحمد، واستمر هذا الى زمننا هذا ولله الحمد، حيث تعددت الاصوات وتعددت المشارب، لان هذا الزمن ديال التواصل الحمد لله، التواصل ديال الانترنت وكذا، يعني خلى هذا المجال يعني واسع ولله الحمد، وانتج لنا مجموعه من الاصوات ومجموعه من المنشدين داخل وخارج الوطن، يعني مغاربه ولله الحمد، ولكن دائما المشهد دائما تبقى من الزوايا. اما بخصوص هذا الوضع داخل البلد، يعني اعلاميا فهو مغيب لعده اسباب، ربما لقله الجمهور ديالو، لانه هو في الحقيقه هو الناس ديالو هما يعني محدودين في واحد المجال، يعني مجال المديح النبوي ماشي لكل الناس، لانه هو قصائد وهو خصو مستوى ثقافي يكون مستوى روحي، وهذا ما يتوفر عليه يعني مجموعه من الناس، يعني علاش كتكون في الطقوس ديالته كانت في الزوايا. اما دابا هو حاليا الحمد لله هو انتشر، بدا في انتشار، بداو الناس يعني يتعاون بزاف مع هاد المنشدين، الا انه دائما كما قلت لك تبقى في اطار محدود، يعني الزوايا والطقوس وكذا، فهي خاصه يعني هي الخاصه بهذا المجال هذا. اما عن طريق الوصل الحمد لله بداو الناس الوصال تعطاو لهذا المجال هذا، يعني في المناسبات ديالهم العائليه وبالنسبه للجمعيات كذلك، يعني العمل الجمعوي بداو الناس يعني في المناسبات الوطنيه والمناسبات الدينيه، وحتى من الناحيه الوطنيه حتى تكون مجموعه من الفرق الانشاديه يعني تتغنى بهذا الفن. الا ان كاين هناك جوج الانواع، كاين الطقوس المغربيه الخاصه يعني مجموعه من وهي قليل من مش قليله، يعني بالنسبه عموم الناس يعني يحددون الخفيف من الاداء، يعني مثلا ما هو بحال اداء مثلا مشرقي، بحال مثلا المجموعات السوريه ومجموعات كذا، يعني هذا المجال هذه الاناشيد الخفيفه. بالنسبه للطابع المغربي عنده ناس ديالو وعنده المناطق ديالو، تقولوا مثلا فاس مكناس يعني وهكذا، ودول الكسلا كذلك حتى هي من الضابطه على حسب العائلات، ماشي مجموعه ديال العائلات. هذا من جانب، الجانب الاعلامي قلنا قلت لك هو مغيب، ممكن لهذا الجانب يعني تنصح حتى نحتفلوا به غير في واحد الاوقات معينه، يعني من السنه مثلا كافتتاح السنه الهجريه في المولد النبوي صافي، ثم يغيب يعني اعلاميا، هذا اللي كاين. والاكراهات اللي كاينه عاوتاني، ماشي جميع الناس بامكانهم يعني يسجلوا تسجيلات يعني جميله، يعني تبين القدرات ديالهم من الناحيه الصوتيه ومن الناحيه الفنيه، يعني تلقى اغلبيه المنشدين كانت تيسجلوا تسجيلات يعني شويه ماشي في مستوى كبير، ماشي بحال الاغاني ماشي هكا اللي محصور عليها، يعني واحد الميزانيه كبيره، هنا تيكون شويه الفارق، هذا من باب الاكراهات اللي كاينه حاليا. بالنسبه للسؤال الثالث استاذي، بحكم العمل ديالك استاذي القريب من الطفل، كيفاش كيبان لك هذا الجيل الصاعد؟ والجواب من الاحسن يكون كمقارنه بين الماضي والحاضر، كيفاش كيبان لك؟ بالنسبه للعمل ديالي يعني هو في الاول كان هوايه، العمل ديال الاطفال والعمل التربوي والعمل التنشيطي، من بعد يعني تدرجنا في هذا الميدان فهمتيني تكوينا، يعني نقدر نقول اكاديميا فهمتيني، يعني الحمد لله حصلنا على تدريب من وزاره الشباب والرياضه، وعندنا واحد الباع طويل في خدمه الطفوله، وهذا سبحان الله العظيم من هنا كانت الانطلاقه واثرت في الشخص ديالنا اللي خلانا انا حتى العمل ديالي يكون في هذا الاتجاه هذا، لان عندنا مقاوله فنيه يعني تعنى بها، تعنى بالعمل الفني والثقافي والتربوي الحمد لله، يعني في هذا الاطار هذا حنا تنشتغلوا، يعني بقينا في اطار العمل ديالنا اللي هو العمل ديال الطفل، وكل ما هو فني وكل ماشي اي فن، الفن الراقي، الفن الهادي، الفن الذي يحمل رساله، والرساله التي غيبت في هذا الزمان في كل ما هو عمل فني، لا من ناحيه السينما ولا من ناحيه الفن الغناء وكذا. يعني بالنسبه للطفوله هو كاين اختلافات كثيره، لان الجيل اللي اشتغلنا معاه حنا بالنسبه لي انا شخصيا بدينا في العام تقريبا في 97 بالضبط، يعني 99 شباب باش نشوف، يعني وحنا كانت انطلاقه، لان الجيل دون الجيل، يعني من 97 بحنا في 2022، يعني الجيل اختلف ومجموعة أمور تختلفت في المجتمع، يعني غير الفضاء الأزرق وهاد الهواتف الذكية، يعني خلقات واحد الفارق كبير، لأن يعني كنا حنا تنخلقو نصنعو النشاط من لا شيء،
كنا تنقدموا العمل من لا شيء، تنقدموا الحفله من لا شيء. دابا لا، دابا اوموج ولات جاهزه حتى من ناحيه الديكوراسيون ومن ناحيه تاثير الفضاء، من ناحيه يعني، وكانت الرساله وكانت الكلمه الموزونه والهادفه. هادشي ولا اصبح الان مغير. دابا للاسف تمشي مخيمات بحثات غير كزائر، تمشي غير واحد الجوله في الجمعيات، تشوف نشاط من اجل النشاط، يعني الكلام ماشي بمستوى، الالحان ماشي بمستوى، لان حتى الطفل كان عندنا في ذاك الوقت ربيناه فنيا على الذوق الفني، كان تيأدي اداء كتسمع النشيد، لدرجه حنا اقسم بالله لدرجه حنا في دار الشباب في واش نشوفوا بالضبط، كانت عندنا مجموعه ديال الاصوات ومجموعه ديال المنشدين بلا ما تكون الاسماء ديالهم، وهم يشوفوا انا غادي يعرفوا المنشدين كبار في الساحه الحمد لله. يعني كانوا ما تيجيش واحد يدي شي نشيد ما كيتصنطوش ليه، علاش؟ حيت ولفوا واحد المستوى ديال ما هو موزون، يعني مساله الصوت، مساله نوعيه النشيد المختار كذا، يعني كانت واحد الدرجه انهم ما كيتصنطوش لاي نشيد ولاي اطار خدم شي نشيد. وسبحان الله العظيم هاد الاطفال اللي كانوا عندي في ذاك الوقت كلهم الان في العمل الجمعوي الحمد لله، كلهم الان عندهم الشواهد ديالهم، اللي عنده دبلومو ديالو، اللي عنده في التكوين، كل المستوى اللي عنده، والحمد لله الان تيشتغلوا في المجال. يعني هنا كاين اختلاف، دابا الطفل ديال دابا مشتغل بزاف ما هو يعني تقني، وهاد العلماء الحديثه يعني خاصو يبدا كونيكسيون، خاصو تليفون، خاصو تيليشارجي، خاصو كذا، تشوف واحد العالم واحد اخر، بخلاف الطفل اللي قلت لك في ديك الوقت ديال التسعينات وبدايه الالفيه كذلك. هنا هذا فرق كبير، والطفل ديال ديك الوقت ديال 97 وكذا كان طفل يعني كان جامد المعلومات، يعني كان عنده واحد الجوهره فكريه تياخذ منه مجموعه ديال المعلومات. دابا لا، دابا الان الصوره غلبات على ما هو فكري، ما هو تبرمي، ما هو حتى ثقافي. دابا تشوف مثلا الفيديوهات المقدمه ولا البرامج اللي تتقدم للاطفال، يعني الاغلب ديالها فهمتيني فيها الصوره وفيها قوه الحركه وقوه كذا، وتتغيب فيها الكلمات، تتغيب فيها حتى الرساله الا ما رحم الله عز وجل. يعني كاين فرق كبير. ككلمه صغيره غادي تعتبرني يا استاذي كطفل، وبغيتي ترشدني كترشدني باش كيفاش نتوجه لهذا المجال عن طريق قنطره، مين خصني نمشي، مين بغا نبدا، فين غنتوجه بالنسبه للحي ديالي، بالنسبه للموقع اللي انا كنتواجد منه. انا غنجاوب من واحد القاعده تنشربوا فيها في العمل الجمعوي، تلقاو حتى في التكوين، تلقى ان الاطار لما تيكون تيقدم عمل الطفل فهو في ديك الساعات فهو طفل، ولكن محافظ على شخصيته كاطار. هادشي اللي ولا مفقود دابا قلت لك من الاسباب اللي ولات مفقوده عندنا في المجتمع للاسف، فهمتي؟ ان تبقى تتحافظ على الشخصيه ديالتك كاطار، كموجه، كتربوي، كرسالي، يعني تبقى دائما عندك هاد العناوين هادي، ما خصهاش تفقد القيمه ديالها. بالنسبه سميتو الانسان ديال اي بدايه في اي مجال خاص اول حاجه يكون حب الشيء، لان حب الشيء فهمتي هو توصلك مجموعه اشياء في هذاك الشيء الذي احببته، فهمتي؟ هذا علاش خاص الانسان يمشي بتدرج، يمشي مثلا للجمعيه تبدا السافي، تجلس يسال الناس بديك تسمو الحصه الاستئناسيه، تجلس ديك الحصه يستانسوا بديك الجو ديال الحصه، يعني اذا راسو انه طفل واخا في مستوى كبير في السن، ما حد السن اذا راسو انه طفل يستافد من الحصه، يستافد من الاناشيد، من الالعاب، من المسابقات، كل ما يقدم يعني من حركات من كذا، كل ما يقدم ويستافد منه، وتبدا تضاف له الاضافه شيئا فشيئا، هكذا ودوالك. ولكن هو التكوين ديالو خص ديما يحرص على الناس غتوجهوا شكون هما، يعني ماشي اي واحد غادي يعطيك الفائده، ماشي اي واحد غادي يوصل لك الرساله كما هي. اذا انت تشوف راسك داك المستوى ما تديك الجمعيه ما حققتش الهدف اللي بغيتي، تخصك تخرج جمعيه واحده اخرى باش تاخذ مسار صحيح وتحاول تمشي في طريق صحيح باش تكمل الرساله ديالتك. ومن هنا وكون على اكيد ان البحث الفردي، البحث الشخصي، هو يعني هو تيما الجعبه الفكريه ديال الاطار. لان الاطار الان حاليا الاطار تنشوف دابا الان ما خاوي، جعبه فكريه خاويه، يعني اغلبيه ولا ماشي عن نقصوا من البهلوان ولا حضور في القاعه وحضور في المخيم ولا في كذا، يعني قبل الهلاوه كثير حركه، كثير غير تضييد الكلمات بدون فهم المعنى ديالها وكذا، هذا للاسف اللي ولا دابا. دائما الانسان يركز ما هو فكري، ما هو ثقافي، ما هو فني، ما هو رسالي، وباذن الله يكون خير. شكرا استاذ. السؤال ديالي هو شكون استاذي احسن صوت ديال المداحين الموجودين حاليا بالمغرب اللي كيعجبوك وكيطربوك؟ وفي حقا من ناحيه الاصوات في الساحه الفنيه الوطنيه هي مجموعه اصوات، ومنهم اصدقاء ومشاهير كذلك، فهمتيني؟ ولكن اش غادي نقول لك، يعني هو كل ما هو جميل وكل اللي كانت تصدر من القلب فهو يصل الى القلوب. واخا استاذ، هذا جواب دبلوماسي. نسولك السؤال بطريقه اخرى.
شكون هو الاستاذ اللي تعلمتي منه وكان قدوه ديالك وكتحس ايضا بالراحه النفسيه ملي كتسمع ليه وملي كتكون كتدندن في الخلوه ديالك راسك اغلبيه كتوصل عنده هو؟ غادي نقول لك هما مجموعه ديال الناس بزاف في حق خليمه وفي المسار ديالنا. وكي قبل ما نجاوبك على الجواب هذا غنجاوبك بواحد الفتره الزمنيه ما غينا منها ولله الحمد هي الفتره ديال الوالدين. لان دابا حنا كيفاش مشينا لهذا المجال هذا الحمد لله، لان التربيه لان كما قلت بلي كتكون واحد وسيله النشر ولا فاتني هذه النقطه، لان الوالدين تلعبوا دور كبير في توجيه الابناء ديالهم. واخا حنا في هذا الزمن ديال المعلوميات والسرعه وكذا، الوالدين تلعبوا واحد الدور كبير مع الابناء ديالهم. لان حنا لله الحمد كان الوالد رحمه الله واحسن اليه كنا تكنتي في العشيه بعد صلاه المغرب كنا تجمعوا في الدار وكان تفرض علينا والله القسم تفرض علينا نلبسوا الجلاله ونلبسوا الفاقه وكذا، وباقي الان الصور نجلسوا وتلقاو قراءه جماعيه في البيت يعني قصص صور وكذا وهذه يعني كاننا ممكن كانت منافسه شكون غادي يقرا مزيان كذا وتلقاو قراءه جماعيه تلقاو غاديه. وكانت الوالده رحمه الله واحسن اليه كذلك تي في اوقات الفراغ اللي هي السبت الحسب العشيه والحفله العشيه كنا نتحلقوا حولها وكان عندها واحد الصوت جميل وكتأدي الاناشيد وكنا حنا مالكورا ديالها. يعني هذا الشيء هكذا باش كبرنا حنايا وهذا الشيء كبر فينا وكبر معنا وسبحان الله العظيم. وحنا الحي اللي كبرت فيه يعني كان يعج ديك الساعه بالمجموعات الفنيه، يعني كان مجموعات ما تسي الحي ديالنا فيه مجموعه، الحي اللي مورانا فيه مجموعه، دار سلطان، حي الفلاح، حي الشفا، هادشي كامل كلشي كان يعج يعني بالمجموعات الصوتيه. وكان هذا الفن هو الغالب. وكنا تنجمعوا حنا غير بعضياتنا وحنا اطفال صغار ديك الساعات وتنتناوبوا على كل بيت اللي غنجمعوا فيه وغنادوا فيه ديك ريبيتيسيون اللي نقولوا التدارين وكذا. حنا واخا ديك الساعه كيما الميزانه لا علاقه بالميزان، وحنا خدامين وما عمرنا لقينا شي تعقيب، كان كلشي شي تيشجع تبارك الله عليكم ولا يصلحكم وكذا. يعني هذه كانت النقطه، ومن هنا بدات تبكي الاصوات ومن هنا بدات تجي التشجيعات. وباقي تنعقل الوالد رحمه الله كان تيصر تيديني مع المناسبات تيكون معروض بشي مناسبه وكان الاغلبيه غير طلبات الساعات تنمشي المناسبه وانا صغير وكان يحتوني باش انا نقرا قدام الناس وانا فرحان عاجبني راسي ما كاين لا قواعد ولا كذا، ولكن فرحان ديك القراءه والوالد يفتخروا بها وكاين الحمد لله فهمتي. يعني هذا جزء من الادبات علاش جبت هذه النقطه هذه، حيت الاباء ديال اليوم مابقاوش يجلسوا مع ولادهم هاد الجلسات هذا، الاباء ديالهم تيجي تشد التليفون تعطيه لولده وتيمشي وقت النعاس وقت كذا، هذا هو البرنامج اليوم اللي كاين وللاسف. حنا هنا وهذا الشيء راه حنا من مرحله مهمه في التكوين وحتى في النشاه. وقد طبعا لله ولله الحمد، ودابا حتى الاخوان ديالي الحمد لله كلهم رؤدان موسيقيه كلهم الان فنانه يعني تما وتما ملوحين في المديح وكذا ولله الحمد. هادشي حنا باقي مستمرين في الوجود ديالنا كعائله بعد كذا فهمتي الحمد لله. بالنسبه للاصوات كما قلت هي جميله وما اكثر فهمتي في الساحه الوطنيه. وانا صغير ما كنتش عليك انا اول ناس تصنت لهم هو الحاج محمد البراق رحمه الله، يعني من الناس الاول اللي تصنت لهم وانا صغير فهمتيني. من بعد الاصوات من بعد هذه الاصوات هادو بينا مشينا واحد التوجه شويه ديال الاناشيد الشرقيه وكذا من طريق الحال بدينا مع الاستاذ القادر اللي هو شي غلام حتى نصنتوا ديك الساعه التسجيلات ديالو وكذا. ومن بعد بدات التاثير بدينا نقلبوا بدينا نعرفوا الحفاظ بدينا نعرفوا يعني المنشدين الكبار اللي في سوريا وكذا هادي اللي منهم قادر نحبه منهم من ينتظر. يعني من هنا بدات سميتو. وكاين وممكن مجموعه ديال الاصوات في الحقيقه واللي اثر فينا بزاف مجموعه ديال الاصوات مجموعه ديال المجموعات اللي كانت هذاك الوقت هما اثروا فينا. وكما قلت لك منهم السي رشيد غلام منهم السي علي القاسمي حفظه الله الفنان يعني صاحب الصوداد والاداء الصادق يعني وحضرنا معاهم يعني في مناسبات وكذا يعني تتحس انك فهمتيني يعني في مكان غير مكان. يعني هذا انا يعني يعطي لكل حقا حقها. واما حاليا كاين مجموعه ديال الاصوات ولكن في الحقيقه تنقصها كما قلنا ينقصها الصدق في الاداء وينقصها كذلك فهمتيني مجموعه امور وتقنيات صغيره تشارك فيها، ولكن الصدق هو الاساس لان ما يخرج من القلب يصل الى القلب بطبيعه الحال. كان لي الشرف استاذي العزيز بالحضور ديالك معنا والجلسه معك كانت ممتعه سخينه كبيره. الله يعطيك الصحه وطول العمر وكنتمنوا لك مسار موفق في المجال ديال الانشاد ان شاء الله. كما لا يفوتني ان اتقدم بخالص الشكر لجريده الفجر الجديد المغربيه التي تسهر دائما على نشر كل ما هو هادف. سيادنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى حلقه قديمه ان شاء الله مع ضيف جديد ان شاء الله.